السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. امبارح طبعا كنا عملت فيديو عن التهاب العيون في الأغنام. كان عندي الخروف الصغير ده تعبان، عينيه كانت بتدمع على طول، واستخدمنا له زي ما قلنا امبارح استخدمنا أوبتيديكس. طبعا كان في واحد سائل نقطة واحدة ولا نقطتين ولا تلات اربع نقط، مش مهم، المهم انه تتأكد انه دخل في العين كويس. المهم انك تتأكد انه دخل في العين كويس. النهاردة نتيجة العلاج، النهاردة الصبح الساعة 9 انا هقطر له القطرة. امبارح لاحظ لو بان من الفيديو من غير ما نمسكه عشان هو الخروف شايف، بس ان شاء الله هنمسكه لك دلوقتي. لاحظ عينيه، لازم نمسكه عشان بس تعال لاحظ العين بتاعته ما ان شاء الله مفتوحة طبيعي خالص، ما فيش اي دموع. كانت هي العين دي اللي كانت بتدمع امبارح، ان شاء الله واضحة كويس، ما فيش فيها اي دموع وصافية وفتحها كويس مش مقفولة. وادي العين التانية برضك ما فيش فيها اي مشكلة. العين دي كانت سليمة معانا، بس كانت العين التانية اوريك عن العينين ان شاء الله اهي، في يوم مرة واحدة فقط لغير مفيش دموع. طالما لحقتها في البداية قبل ما تعمل سحابة بيضة مرة واحدة بتقطر لها بتروح على طول، لكن كل ما تتأخر في اكتشاف الحالة وعلاجها بتاخد وقت اكتر. يعني لو اتأخرت لغاية ما عملت سحابة بيضة تقيلة والعين اصبح ما بيشوفش بيها وعملت سحابة بيضة تقيلة، بتاخد حوالي ممكن تاخد اسبوعين بنفس العلاج ده اللي هو الاوبتيديكس. وفي حاجه اسمها تانية قلنا اسمها ديكساترول برضك بشري بيتعالج، بس بياخد وقت طويل عشان تخف، ممكن تاخد اسبوعين كاملين كل يوم تقطر له صبح وليل، بتاخد حوالي اسبوعين لحد ما يتم الشفاء بالكامل. طبعا في ناس برضك كانت بتسال على عنتر، للاسف والله طبعا انت عارف كان في هنا غنم قبل دوله، كانت غنم والده برضك، فجي واحد والله تاجر صاحبي بيشتري فيهم، فوقفت الشروة على عنتر، عاوز ياخد معاهم عنتر، قلت له لا مش للبيع. فالمهم لا هياخد كله، هياخد معاه عنتر، فقلت له مبروك، لان طبعا لو هما ياخدهم كلهم وهيسيب عنتر لوحده هيقعد يمقمق كتير، فقلت خلاص مفيش مشكلة بقى ربنا يبارك له فيهم وخلاص. المهم انا عملت عليه كام فيديو، حصل له اسهال وعالجته تمام، والراجل خده الخروف نشيط مفيش فيه اي اسهالات مفيش فيه اي مشكلة، وكان بدأ يلحس في العلف بس ما لحقتش للأسف نعمل له فيديو بداية العلف بتاعته، بس يلا ربنا يبارك له فيه وان شاء الله تكون وصلنا استفدنا منه على الاقل فيديوين في الاسهالات، وعرفنا ان الانتيدال ممتاز في علاج الاسهال عند المواليد بسبب كتر اللبن. وفي النهاية طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.